يسعد مساءكم. وصفتنا اليوم من أطيب الكيكات المنعشة اللي طعمها غني وقوي ولذيذ. حنعمل كيكة الليمون بأبسط طريقة، مكونات سهلة، في البوبو سيد هو حبوب هيك تكون ناعمة صغيرة بتعطيها قرمشة لذيذة، وكمان حنحط معها فراولة حتعطيها كمان طعم قوي. ونبدأ وصفتنا على بركة الله. بالبداية هحتاج في وصفتي 3 بيضات حجم متوسط، ومهم جدا تكون كل مكوناتي بحرارة الغرفة. هضيف لها ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة أو الفانيلا البودرة. هضيف لها ملعقة كبيرة من برش الليمون أو برش الليمون مع برتقال، أي نوع حمضيات. 1/3 كوب من الزيت النباتي، كوب كامل من عصير البرتقال، أو ممكن أخلط يكون ربعها عصير ليمون وأكمله بعصير البرتقال. كيكة الليمون يفضل يكون كمية عصير الليمون قليلة مش كثير لأنها حامضة جدا، فبخلطهم بإيدي بالخلاط اليدوي أو ممكن أستخدم الخفاق الكهربائي أو المونكس البريحك. هستخدم خليط بيت كروكر بنكهة الليمون. ما تتخيلوا كم هو بهذا الخليط طعمه، ما في أطيب من هيك، وقوام بيطلع هش ممتاز. بخلط هاي المكونات مع خليط بيت كروكر، وحضيف لهم إضافة طبعا عشان تقوي الطعم وتعطي هشاشة ممتازة الكيكة، هون 3 ملاعق من الطحين الأبيض المنخول، مع ملعقة كبيرة من البوبي سيد، هاي حبوب هيك ناعمة صغيرة تعطيها قرمشة طيبة كثير تطلع ملائمة لكيكة الليمون، في حال كان متوفر عندكم، موجودة في الأسواق الكبيرة. بخلطهم كمان بالخلاط اليدوي، ممكن استخدم الخفاق الكهربائي. انا صراحة اضطريت كمان اكمل بالخفاق الكهربائي اساس اضمن ما يطلع عندي تكتلات من الطحين فيه. ممكن تستمري كمان بالخلط بايدك اللي بيريحك. بهالطريقة عندي تخلص من كل التكتلات اللي فيه، وهيك صار قوام الكيك كريمي ورائع. ملاحظة جدا مهمة، أنا التزمت في كل المقادير الموجودة على خليط الكيك، لكن استبدلت كوب الماء الموجود بكوب عصير برتقال تعطي طعم أقوى، وكمان أضفت البوبي سيد وأضفت طحين زيادة. بجهز قالب عندي مستطيل بهذا الحجم، وهعمل الخليط لمكسين كب كيك وهذا القالب المستطيل، أو ممكن أعملها بقالب كبير واحد اللي هو اللي مقاسه 28 سنتي. أنا حبيت أقسمهم نصين في هذا القالب المستطيل، وكمان أعمل منهم كب، فهذه الكمية خليط الكيك الواحد عملت لي تقريبا 12 حبة كب كيك. وكمان بهاي الصينية المستطيلة اللي شفتوها اللي هي تعتبر قالب حجم وسط، بوزع الخليط بأقواب أكواب الكب كيك. تقريبا لكل حبة كب كيك أخذت حجم ربع كوب، كوب معياري أو ربع كوب أو ربع كوب المنزل العادي. إضافة اختيارية، قطعت فراولة طازة فرش لقطع صغيرة، أو ممكن أستخدم التوت البري أو بلوبري. حط عليها ملعقة من الطحين أساس إنه أضمن الفراولة ما تنزل في أسفل الكيكة. بخلطهم معاهم، بوزع الفراولة على وجه حبات الكب كيك بهاي الطريقة. يتم توزيعه بحبات الكب كيك بهاي الطريقة، وممكن كمان أحط بالقالب إذا بتحبي قطع من الفراولة أو البلوبري أو التوت البري أو اللي بدك إياه متوفر، ممكن تستغني عن هالخطوة. كنت بحمي الفرن قبل ما أبدأ بالكيكة، فصارت الحرارة ممتازة اللي 350 فهرنهايت كهرباء إذا كان فرن كهرباء، اللي هو 180 درجة بالفرن العادي. أخذت معي قوالب الكب كيك تقريبا 17 دقيقة، والقالب أخذ معي 25 دقيقة، تستوى وصار هيك تمام متحمر. وعلى طول أول ما يطلع من الفرن بقلب قالب الكيك على لوح تبريد أو إثل حبيتي، وشوفوا ما شاء الله كيف اللون ما أجمله، وكمان الهشاشة والسمك الارتفاع كانت روعة. ممكن أعمل تزيين إلها الكيكة، بس حين حبينه كلها ساندة، زينتها شوي بسكر البودرة بالآيسينج شوغر، وممكن طبعا تعملي لها خليط من الكريمه مع عصير الليمون اللي بتحبي. وكمان نفس الشيء الكب كيك، كيكة شاي لذيذة منعشة بطعم الليمون بمكونات سهلة. إذا حبيتوا أحط لكم بديل لخليط الكيك الجاهز اكتبوا لي في الكومنتات، بكتب لكم إياها إن شاء الله بالمقادير والوصفات إذا حبيتوا. وهيك كيكتنا جهزت، خطيرة منعشة لذيذة، بتمنى تجربوها. وما تنسونا من دعوة حلوة، واللي بشوف قناتي أول مرة أتمنى إنه يشترك فيها. وأهلا وسهلا فيكم، نورتوني ونورتوا قناتي، وما تنسوا دعم الفيديو باللايك وكتابة كومنت حلو، بيسعدني جدا قراءة ذلك الكومنتات. وحياكم الله وين ما كنتم.